مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم ولقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة. خلونا نبدأ مع حضراتكم هذا اللقاء بتقديم خالص العزاء لأسرة الكرة المصرية وأيضا أسرة الفقيد الكابتن مدحت عبد العزيز رحمة الله عليه. طبعا الكابتن مدحت توفاه الله بعد صراع مرير مع مرض السرطان. بنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ولأسرته ولأسرة الكرة المصرية الصبر والسلوان. كابتن مدحت عبد العزيز طبعا مشواره غني عن التعريف بمشاركاته وإسهاماته في أكثر من نادي من أندية الرياضة والكرة المصرية، على سبيل المثال طبعا ناديي الترسانة وغزل المحلة. كانت إسهاماته ومشاركاته ومشواره وانتمائه للناديين خلال مشاركاته وإسهاماته في عالم كرة القدم وعالم الرياضة وعالم التحكيم طبعا بعد ما تحول لمجال التحكيم وأصبح من الحكام الدوليين في مصر. مرة تانية بنكرر التقدم باسم طبعا أسرة النادي الأهلي وأسرة قناة النادي الأهلي بخالص العزاء لأسرة الفقيد. خلونا نبدأ مع حضراتكم أخبارنا النهاردة ومتابعتنا لأخبار فريقنا الأول لكرة القدم في النادي الأهلي. طبعا الحمد لله الجمهور سعيد وحالة من الرضا في أوساط جماهير النادي الأهلي في كل مكان وكل متابعي فريقنا الأول لكرة القدم داخل وخارج مصر بعد الحصول حتى الآن على العلامة الكاملة 21 نقطة من 7 مباريات في الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، وكل مباراة بتحمل طبعا فريقنا والجهاز الفني بقيادة فايلر مسؤولية وأعباء أكبر، لأنه الفوز والاستمرار على القمة بهذا الفارق من النقاط والتألق منذ انطلاق الدوري العام وحتى يومنا هذا بيضع مسؤوليات أكبر على الجهاز الفني بأكمله وعلى نجومنا ولاعبينا في الفريق الأول في النادي الأهلي، لأن ده بيحفزهم أكتر للاستمرار في حصد مزيد من النقاط وعدم فقد أي نقاط إن شاء الله في الفترة القادمة، ونستمر في ضرب الأرقام القياسية وفي محاولات تحقيق أرقام قياسية جديدة تضاف إلى الرصيد الكبير من النجاحات والإنجازات والأرقام القياسية في تاريخ النادي الأهلي بشكل عام وعلى مستوى كرة القدم بشكل خاص. كان في فقرة بدنية خاصة جدا وتركيز على الأحمال البدنية والتجهيز البدني بقيادة توماس بينك المخطط الأحمال في النادي الأهلي قبل الجانب الخططي والفني تحت قيادة ريني فايلر المدير الفني. كان في تركيز في التدريبات اليوم واختتام التدريبات والاستعداد قبل طبعا إعلان قائمة الفريق واختيار اللاعبين اللي هيدخلوا معسكر في أحد الفنادق استعدادا لمباراة الغد إن شاء الله أمام الاتحاد السكندري. وكان بعد وتلا هذه الفقرة الخاصة بالأحمال والتخطيط البدني والحفاظ على المعدلات البدنية في أفضل معدلات لها إن شاء الله، ده ينعكس على الأداء الفني والخططي وقدرات اللاعبين على تلبية خطط الجهاز الفني والمدير الفني فايلر وتنفيذ كل ما يطلبه من مباراة لأخرى وحسب قدرات المنافس ومجموعة اللاعبين وإمكاناتهم اللي بيواجهها الفريق فريقنا الأول كرة القدم في كل مباراة سواء على المستوى المحلي أو الدولي. زي ما قلنا لحضراتكم حتى الآن بيتصدر النادي الأهلي بفضل الله جدول الدوري برصيد 21 نقطة العلامة الكاملة من 7 مباريات، والحافز موجود إن شاء الله لاستمرار الفوز والتأكيد من مدير الكرة كابتن سيد عبد الحفيظ على أنه بإذن الله التركيز والهدف الوحيد للفريق هو الفوز في كل المباريات القادمة وعدم فقد أي نقاط. بإذن الله نستطيع أن نحقق هذه الأهداف بتركيز أكبر وحوافز أكبر ودوافع أكتر عند اللاعبين في الفترة الجاية فنية وبدنية وخططية في الملعب. الالتزام بهذه الجوانب هينعكس على قدرة الفريق إن شاء الله على حصد كل نقاط المباريات القادمة والبقاء على القمة وزيادة الفارق مع أقرب المنافسين في الفترة الجاية إن شاء الله. رامي ربيعة كان الجمهور قلقان عليه وبيطمئن عليه، من الأعمدة الأساسية للدفاع ومن أفضل المدافعين على مستوى مصر والنادي الأهلي. كان عنده شكوى بسيطة خلال المباراة الأخيرة أمام الإسماعيلي في العضلة الخلفية، شكى من آلام خفيفة في العضلة الخلفية، ولكن الجهاز الفني وطبعا بعد استشارة طبيب الفريق والجهاز الطبي فضلوا عدم المجازفة باللاعب اللي عاد من فترة طويلة كان فيها برنامج علاجي وخضع فيها لبرامج علاجية واستشفائية من إصابات طبعا عطلت مشوار اللاعب المتميز فترة طويلة جدا. فكان الجهاز الفني قرروا على الفور هو عدم استكماله للمباراة حفاظا على اللاعب، وطبعا هو من الأوراق المهمة والرابحة جدا في صفوف النادي الأهلي. خاض الفقرة البدنية في تدريبات اليوم واطمأن عليه الجهاز الفني، وإن شاء الله نطمئن كمان على قدرته على المشاركة في المباريات الجاية وربما يكون جاهز بالفعل لخوض المباراة القادمة أمام الاتحاد السكندري مساء غد بإذن الله بعد مشاركته في الفترة البدنية أو فقرة التدريبات البدنية مكتملة لمدة 20 دقيقة مع زملائه في الفريق الأول. وتدريبات منفردة لثلاثي الأهلي في حراسة المرمى إكرامي الشناوي علي لطفي حراس مرمى النادي الأهلي خضعوا لتدريبات خاصة جدا أو تدريبات تخصصية لحراس المرمى تحت قيادة يانكون ميشال مدرب الحراس، واشتمل التدريب على بعض الفقرات المتنوعة ما بين التصويب على المرمى والتدريب على الكرات أو التقاط والتعامل مع الكرات العرضية ومواجهة التصويب على المرمى من زوايا ومن مناطق مختلفة في الملعب.
واختتم الأهلي التدريبات. وطبعا بعد الاختيار القائمة اللي هتخوض المباراة وهنعلنها على حضراتكم الآن، بيستعد الفريق أو قرر بالفعل الجهاز الفني أن ينتقل للفندق اللي هيقيم فيه الفريق استعدادا لمباراة الغد أمام الاتحاد السكندري، اللي كمان في حسابات كبيرة وفي دايما احترام من النادي الأهلي للمنافسين، خاصة وإن فريق الاتحاد بإجماع الآراء كمان عامل موسم جيد منذ بداية الموسم على المستويين المحلي والعربي، وده كمان بيضع أعباء أكتر وأكبر على جهازنا الفني وعلى لاعبينا لاحترام المنافس والتعامل مع قدراته الفنية. والاتحاد السكندري اللي مستواه أفضل من المواسم السابقة وبيقدم يعني بداية جيدة جدا هذا الموسم. ريني فايلر اختار المجموعة اللي هتخوض إن شاء الله أو هتكون ضمن قائمة الغد. التشكيل الأساسي طبعا بيعلن قبل المباراة مباشرة، وجاءت قائمة الفريق لمباراة الاتحاد السكندري كالتالي: في حراسة المرمى شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، في الدفاع أيمن أشرف، سعد سمير، محمود متولي، علي معلول، محمود وحيد، أحمد فتحي، ومحمد هاني. وفي خط الوسط حسام عاشور، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان، أحمد الشيخ، حسين الشحات، جيرالدو، وأليو ديانج. وفي الهجوم مروان محسن، ووليد أزارو، وجونيور أجاي. طبعا النادي الاهلي ما زال كمان يعني في حاله من عدم التوفيق، طبعا الحمد لله على مستوى النتائج احنا موفقين جدا وماشيين بشكل كويس محليا وافريقيا، لكن على مستوى اللاعبين والامكانات الموجوده في النادي حاليا بعد الصفقات اللي تمت في الفترتين، في فترتي الانتقالات الصيفيه وقبلها في الفتره الشتويه، بنتكلم عن يناير ثم اغسطس، القوه الضربه اكتملت للفريق بعد اختيار عدد مميز جدا من النجوم واللاعبين، اصبحوا اضافه قويه وعدد منهم بدا يشارك في المباريات ويبقى مؤثر من اول يوم كان موجود فيه وتم تسجيله في قائمه النادي الاهلي عدد كبير منهم. على سبيل المثال للحصر، احنا فقدنا في الفتره اللي فاتت جهود مجموعه من لاعبينا ما بين طبعا برامج استشفائيه وعلاجيه لسه ما رجعوش للملعب او ما شاركوش بقوتهم الكامله، منهم من تجددت اصابته، منهم من غاب في الفتره الاخيره او اصيب في معسكر المنتخب زي حمدي فتحي. في النهايه النادي الأهلي كان عامل حساب أي مشكلات ممكن تعطل الفريق وأنه عايز يبقى عنده ذخيرة جيدة جدا من اللاعبين تقدر تعوض النقص أو الغياب لأي سبب للإيقافات لا قدر الله أو الإصابات، وهو ما حدث بالفعل بفقد عدد من نجومنا في الفترة اللي فاتت مش موجودين في الملعب ولسه بيجهزوا للمباريات الجاية، وده مؤثر على أي فريق، لكن الحمد لله أن عندنا القدرات ومجموعة اللاعبين اللي بتدي الأفضلية للجهاز الفني للأهلي وبتدي له فرصة المناورة أو أنه يكون عنده قدر كافي من المرونة في الاختيارات ويقدر يعوض النقص أو الغيابات الناتجة عن الإصابات. على سبيل المثال بس من الصفقات الجديدة اللي أصيبوا في الفترة اللي فاتت: حمدي فتحي، محمد محمود تجددت إصابته، أيضا ياسر إبراهيم، ومحمود متولي، يعني عناصر مهمة جدا فنيا بإجماع الآراء وكانت مشاركتها مؤثرة جدا مع الفريق، لكن إن شاء الله يعودوا بقوة وتكتمل برامجهم العلاجية وتجهيزهم للفترة اللي جاية، لأن الأهلي محتاج كل أبنائه وكل نجومه ولاعبيه، ودي سمات الفريق البطل اللي بيحتاج يبقى عنده طبعا في كل مركز لاعب واثنين وثلاثة مميزين وعلى نفس المستوى. بنعود للحديث او الاشاره الى مباراه الغد بين الاهلي والاتحاد السكندري. الكابتن سيد عبد الحفيظ بيقول: نحترم فريق الاتحاد وهدفنا الفوز بهذه المباراه. بيتكلم مدير الكوره كابتن سيد عبد الحفيظ وبيقول: نحترم الاتحاد السكندري ولاعبيه وجهازه الفني وايضا نتائجه هذا الموسم والمستوى الطيب اللي بيقدمه منذ انطلاق الدوري او مسابقه هذا الموسم. واوضح ان جميع المباريات اصبحت صعبه للغايه ولم تعد هناك مباراه سهله في كره القدم واخرى صعبه، وقال: بنتعامل مع جميع المباريات بهدف واحد هو تحقيق الفوز وحصد كافه النقاط. وأشار أيضا أو أضاف مدير الكرة أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تجميع أكبر عدد من النقاط وإلى جمع النقاط اللي بتضع الفريق في المقدمة وتبعده عن أقرب المنافسين وبتجعل الحفاظ على الصدارة فيما بعد أو في المراحل المتأخرة من الدوري أسهل كثيرا بعد حصد النقاط أو أكبر عدد من النقاط في المراحل الحاسمة. دايما الدور الأول بشكل كبير لما نادي الأهلي تاريخه بيقول أنه لما بيتصدر المسابقة مع استثناءات طبعا قليلة جدا بيبقى صعب جدا يفقد المسابقة وهو بيقدر يحافظ على الفارق مع المنافسين، ده هو الغالب في الحالات الأكتر، لكن النادي الأهلي كان على النقيض بيقدر يغير الحسابات لو كان متأخر عن أي فريق من المنافسين بيتقدم على الأهلي في وقت من الأوقات في المسابقة ولو بعدد كبير من النقاط. النادي الأهلي كان في مواسم سابقة وفي أكتر من نسخة سابقة من الدوري بيقدر يعوض هذا الفارق ويحسم في الأسابيع الأخيرة، لكن اعتدنا أن النادي الأهلي مع التأكيد مرة تانية يعني كان في استثناءات ولكن قليلة جدا، القاعدة العامة أو في غالبية السيناريوهات في مباريات أو بطولات الدوري السابقة أن النادي الأهلي لما كان بيحسم الأمور ويتصدر المسابقة بعدد كافي من النقاط بيبقى حساباته جيدة جدا للحفاظ على هذا الفارق والاستمرار في المقدمة والتفوق على المنافسين وحسم المسابقة في نسخ كثيرة جدا بشكل مبكر.
بيضيف مدير الكورة أيضا في النادي الأهلي أن الموسم الحالي بيشهد مستويات جيدة، وأشار هنا كمان مرة تانية إلى الاتحاد السكندري اللي قال أن مستواه جيد جدا على المستويين المحلي والعربي. وقال بالنسبة للأهلي طبعا رغم المنافسة القوية واحترامنا لقدرات كل المنافسين اللي بيواجهوا النادي الأهلي في المسابقات المحلية والدولية، لكن بيقول ليس لنا هدف أو بديل عن الفوز في كل اللقاءات والمباريات اللي بياخدها النادي الأهلي على المستويين المحلي والدولي. عشان كده بنقول إن دايما الجهاز الفني حريص على تجديد الدوافع عند اللاعبين عشان يحافظوا على نفس الدرجة من التركيز والأداء، ويقدروا يحافظوا على نفس مؤشر ومعدل الأداء في كل المباريات. كمان على مستوى المنتخبات الأصغر سنا، المنتخب الأولمبي أو المنتخبات كمان الأصغر، منتخب الشباب ومنتخب الناشئين، كل منتخباتنا دايما النادي الأهلي له نصيب الأسد من عدد اللاعبين أو النجوم المشاركين في المنتخبات الوطنية في يعني كل الرياضات مش بس على مستوى كرة القدم. الكابتن ربيع ياسين اختار 13 لاعب لمنتخب الشباب، 13 لاعب من النادي الأهلي لمعسكر منتخب الشباب مواليد 2001، المنتخب اللي بيستعد للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب 2021، والمقرر لها أن تقام هذه البطولة في موريتانيا. اللاعبين من النادي الأهلي اللي تم اختيارهم لهذا المنتخب مواليد 2001، الأسماء كالتالي: حمزة علاء، عاصم سليم، محمد أشرف، عربي بدر، أحمد نبيل، محمد سلامة، شادي رضوان، يوسف عثمان، محمود صابر، يوسف حشيش، أحمد سيد عبد النبي، محمد سيد عوض، ميدو نبيل. وقام الكابتن ربيع ياسين بتقسيم اللاعبين اللي تم اختيارهم للانضمام لمعسكر المنتخب إلى مجموعتين للمشاركة في المباريات الودية، 4 مباريات ودية تم الاتفاق عليها، أو هي سيناريو الإعداد لهذه التصفيات في الفترة الجاية أو خلال فترة تجميع المنتخب وخلال المعسكر القادم. كابتن ربيع ياسين قرر أن يقسم المجموعة إلى أو مجموعة اللاعبين والأسماء اللي تم اختيارها إلى مجموعتين، لطبعا الدفع بيهم وتجربة كل العناصر اللي بيشوف الكابتن ربيع أنها الأفضل في هذه المرحلة وأنه يمكن أن يعتمد عليها بشكل رسمي في البطولة القادمة إن شاء الله، وهيديهم الفرصة في المشاركة في المباريات والمقارنات اللي بتحصل عند أي جهاز أو أي مدير فني لاختيار أفضل العناصر بعد إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص عشان تتم عملية اختيار العناصر بدقة وبشكل مؤثر على المنتخب بشكل إيجابي، ويكون بالفعل الأفضل هو اللي بيمثل منتخبنا الوطني للشباب في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب في الفترة القادمة. ده كان آخر خبر معنا في فقرتنا الأولى، فقرة الأخبار في الأهلي الليلة. بعد الفاصل هنبدأ حوار رياضي كروي عن الكثير من الأمور المتعلقة بمسيرة النادي الأهلي هذا الموسم ومستوى المنافسة والتوقعات الخاصة بانتظام البطولة هذا الموسم، أيضا بعض الأمور اللي أثيرت حول المنتخب ومطالب الجهاز الفني والمدير الفني لمنتخبنا الأول الكابتن حسام البدري بوجود أكثر من فترتين للتوقف في الفترة الجاية، مطالبته الاتحاد الكرة بإيجاد فترات لتوقف الدوري أو فترات استثنائية للاستعدادات الخاصة بمنتخبنا الوطني للمباريات والتصفيات والمباريات الرسمية اللي بياخدها في الفترة الجاية، وهل تتم الاستجابة لهذه المطالب من عدمه، أيضا التعليق على موقف الكابتن حسام البدري وإشارته بشكل علني ولبعض وسائل الإعلام أنه يمكن أن يبتعد عن الجهاز في أي وقت أي عنصر من العناصر المعاونة للمدير الفني، هذا الأمر وتأثيره والحسابات الخاصة كما أعلنها حتى الآن المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول الكابتن حسام البدري، والمنافسة ومستوى النادي الأهلي والطموحات عند جماهير النادي الأهلي حول فريقنا هذا الموسم على المستويين المحلي والأفريقي. هيكون معانا بعد الفاصل الكاتب الصحفي ورئيس القسم الرياضي في صحيفة الأهرام الأستاذ محمود صبري. أهلا بحضراتكم مرة تانية، لسه معكم خلال الأهلي الليلة، وفي بداية هذا اللقاء نرحب بالكاتب الصحفي ورئيس القسم الرياضي في صحيفة الأهرام الأستاذ محمود صبري. مساء الخير وأهلا بحضرتك أستاذ محمود، بنسعد بمشاركتك معنا في الأهلي. هنبدأ بمباراة أو استعداد الأهلي واختتام التدريبات والاستعداد لمباراة الأهلي والاتحاد بكرة إن شاء الله، حضرتك شايف أهمية المباراة دي إزاي وشايف توقعاتك للمستوى الفني؟ بغض النظر عن انه مباراه اول وثاني ده لسه بدري قوي في جدول المسابقه، لكن الاتحاد من الفرق اللي في السنوات الاخيره بتعمل ماتشات جامده مع فريق النادي الاهلي، واعتقد انه مدرب بحجم كابتن طلعت يوسف محتاج انك انت يعني لازم يبقى عندك حذر شديد جدا ومزيد من الاحترام والتقدير للراجل ده،
لانه عنده تاريخ وعنده يعني خبرات كبيره، خبرات كبيره جدا هتعمل لك يعني هتعمل لك مشاكل كبيره. واعتقد جمهور الاهلي ما نسيش ماتش الاتحاد الفاصل السنه اللي فاتت اللي انتهت 2-0 في مباراه مثيره عجيبه شهدت بعض الاحداث المؤسفه. بس هل يزود قوه المباراه شويه من وجهه نظرك استاذ محمود ولا لا؟ فكره انه الاول والثاني، ان الاتحاد عامل موسم استثنائي وبدايته اقوى حتى من المواسم اللي فاتت، هل الارقام هنا وان الاتحاد هو اقرب منافس حاليا بالارقام بالنسبه للاهلي، هل ده يخلي المباراه اعلى فنيا او يدي دوافع اكتر للفريقين؟ لا، هيخلي في نوع من الاثاره، هيبقى في نوع من التركيز الشديد لعيبه الاتحاد لما يبقى عندك الفرصه انك انت تبقى الاول. يعني هيبقى عندك حافز، في حافز هنا. الاتحاد بيعيش نشوه انه دور 8 بطوله عربيه، داخل في مع ماتش اسماعيلي، يعني بصراحه قرعه ظالمه من وجهه نظري، كنت اتمنى تبقى مع فرق تاني وعندك طرفين مهمين. الاتحاد برضو من الفرق اللي تقدر تقول الجماهيريه الشعبيه اللي انت ايه مطالب كمان تحافظ عليها، يعني انت عندك ايه بدات الانديه الشعبيه تتاكل يعني تكوينها في الكره المصريه، وبدات بقى الانديه الماليه تعطل الماليه والحد من الحاجات اللي بيتم القتال عليها حتى يبقى ولا يموت هو الاتحاد. انت لو جيت مسكت ورقه وقلم ورجعت في مثلا 10 سنين لورا هتجد ان الاتحاد كان دايما الفرقه المرشحه للهبوط. يعني ايه؟ كان عنده يعني مشكلات في كان عنده كتير. مشكله لما تيجي من الفرق في جهد بيتبذل من وجود محمد استاذ محمد مصالح رئيس النادي عامل جهد كبير جدا. جماهير الاتحاد متعطشه نفسها في بطوله ونفسها نهايه يعني يبقى ان النادي يرجع اعلاميا وجماهيريا، طبعا ده شيء مهم. طيب هل ده هيكون من الحاجات اللي حضرتك تعتقد انه دار حوار حول هذا الامر مع نجومنا ولاعبينا خلال تدريبات اليوم او اختتام التدريبات استعدادا لمباراه الاتحاد؟ فكره ايجاد وعي، يعني انه يوجه لهم المدير الفني ومدير الكوره تركيز اللاعبين، يبقى عندهم وعي كافي بالدوافع اللي عند المنافس عشان يقدروا يلعبوا بنفس الجديه والقوه. مهمه جدا. المدير الفني مش هيبقى عنده الخلفيه بقدر انه ده دور كابتن سيد عبد الحفيظ في انه ارسال كمان للراجل نفسه. هيقول له احنا هنلاعب مين؟ هتلاعب فرقة كبيرة، فرقة مثالة، فرقة بتجيد أداء الدور قدام الفرقة الكبيرة. فأعتقد أنه مباراة هتبقى صراع داخل الملعب وخارج الملعب. ده غير أن احنا تعودنا أن كل الفرق في قمة الجدول أو في الفرق المتذائلة الجدول الدوري دايما بتحاول تقدم أفضل ما لديها في مباراة الأهلي. شوف يعني دي فرصة لكل اللاعبين متابعة يعني عالمية. بص مقياسا لما تلقى أنت تقيس على الفرق الكبيرة، لما تيجي تواجه أي فرقة بيبقى عاوز يظهر كل قدراته، خاصة أنك أنت كفرقة كبيرة مش هتدافع، فيبقى عنده الفرصة مهيئة أن هو مساحات يعرف يستغلها. فأنا عاوز أقول لك أنه المباراة هيبقى صراع في على أرض الملعب، وصراع على الاوراق كمان على المديرين الفنيين، يعني بقى كل مدير فني مذاكر وشايف، واعتقد ما فيش حاجه تستخبى. اللي هيفرق هنا اداء اللعيبه وحالتهم في المباراه. طيب والسباق اللي حضرتك اشرت له قدرات المدير الفني لكل فريق، يعني لا طبعا مش عايز العب بين فايلر وفايلر طبعا والمدير الفني فايلر ماشي بصوره كويسه جدا ماشي. هنتكلم على جزئيه 7 من 7 دي شيء كويس جدا، بتديك دفعه معنويه مستقر على جد. لكن من وجهه نظري انا كمتابع وشايف لم يتم البناء الكامل للاهلي حتى الان، لم يتم بناء الفريق، لانه مش مقياسي قوي في الدوري بقدر اللي انا شايفه انه الاهلي يا اداؤه اللي يحسمه هو شكله في بطوله افريقيا. افريقيا هي المقياس، بدليل لما اتحطيت في اول اختبار كنت رايح بثقه كبيره جدا قدام النجم الساحلي، فوجئت بتواجه فريق متمرس بيعرف يتعامل مع الحكم ازاي، بيعرف يتعامل معاك ازاي، ساب لك الملعب ولا كلعب وخطف هدف، اتطرد منك لاعب وحصلت ظروف، كل الامور دي الاهلي المفروض لديه من الخبرات انه يتعامل معاها. مباراه بكره مباراه صعبه جدا، ومباراه اتوقعها ما بين فريق الاتحاد هيبقى عامل زون ديفنس قافل ومرتدات، يعني هتبقى ايه وانت عندك مشكله رغم ان اصابه مرمى الاهلي بهدف وحيد، لكن لابد ان يعي جيدا ريني فايلر انه هيجي وقت يتعرض فيه لموقف صعب جدا عشان بقى قدرات الفريق وقدراته هو ازاي يرجع في المباراه. يعني لو الفرقه الثانيه بقتته بهدفين
ولا ثلاثة، ها قدرات في لعيبتك انت، قدراتك كمدرب وقدراتك كفريق، تقدر تعرف ترجع ولا ما تعرفش ترجع. والاهلي عنده تاريخه كبير جدا لعيبته ان هو يقدر يتمنى. فانا عاوز اقول لك انه هتبقى صراع ما بين طموح لعيبه الاتحاد اللي نفسهم يتحطوا في صوره يعني جدول مسابقه الدوري، وده هيبقى شيء رغم انه الاهلي ليه مباراتين مؤجلتين لسه، يعني الكلام بدري عن المسابقه والكلام ده، لكن عاوز اقول لك ممكن مباراه بكره تبقى مباراه اكثر من رائعه لو اتلعبت مفتوحه. لكن كل فريق الاتحاد هيبقى محترم قدراته كابتن طلعت، ومش هيغامر انه يفتح الملعب مع الاهلي، لانه فتح الملعب مع الاهلي مش لصالحه. هل يعني الاهلي النهارده رغم الغيابات المؤثره عندنا مجموعه للاسف مصابه او بتجهز او في مراحل خاصه ببرامج علاجيه واستشفائيه زي حمدي فتحي ومحمود متولي ياسر ابراهيم محمد محمود وغيرهم. هل الاهلي مازال يمتلك ان عنده تنوع وغيرهم ده كتير بس. هل الاهلي القائمه اللي موجوده بكره بتدي الفرص لريني فايلر وجهازه المعاون كامله والمرونه في الاختيارات، وان ما زال عندنا الذخيره القويه من اللاعبين اللي نقدر نناور بيها ونغير شكل الاداء في اي وقت؟ بس عاوز اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ محمد، لو كانوا الموجودين بكره مش قد المسؤوليه ما ينفعش يلعبوا في الاهلي. يعني ايه اذا كنت انت موجود من ضمن ال 30 اللي مختارين ومش قد المسؤوليه جايه عليك الوقت انك تلعب وما اثبتتش نفسك وما دافعتش عن فرصتك، تبقى انت مش جدير بالبقاء وارتداء الفانلة. يعني لما تجيلك الفرصه يا تثبت يا ما تثبتش، تقول اصله ما بلعبش ما يعني عندك الفرصه. لكن طبعا في فرق لما يبقى عندك العناصر الاساسيه اللي هم حافظين بعض المكتمله، عشان ما نضحكش على بعض ونقول لما يغيب عندك لاعب فلان يعوضه. لا في فرق، لانه في ماتشات بتحسمها القدرات الايه الفرديه. طب خلينا نستعرض مع حضرتك سريعا الاسماء عشان حضرتك تعلق عليها، لانه اعتقد ان احنا عندنا اللي عمل فرق معانا الصفقات والاضافات الفنيه المهمه في فترتين الانتقالات الشتويه والصيفيه، وخلت عند الاهلي الافضليه ان عنده دايما بدائل جيده. يعني شريف اكرامي، الشناوي، علي لطفي، ايمن اشرف، سعد سمير، محمود متولي، علي معلول اهو متولي كمان رجع الحمد لله في القائمه، محمود وحيد، احمد فتحي، محمد هاني، حسام عاشور، عمرو السوليه، مجدي قفشه، وليد سليمان، احمد الشيخ، حسين الشحات، جيرالدو، اليو ديانج، مروان محسن، وليد ازارو، جونيور اجاي. اعتقد ان المجموعه مليانه نجوم وعناصر قويه جدا. لا طبعا انا بقول لك انه هو علي معلول مش موجود؟ موجود موجود علي معلول. طيب انا عاوز اقول لك انه الشيء يقلق من المتابعه لفرقه الاهلي هي ظاهره الاصابات دي. عشان اكون معاك صادق، دايما محتاجه وقفه، ما يعديش الامر يتساب كده. يعني ايه لما كل مباراه يتصاب عندي واحد او اتنين بالخلفيه؟ لا يبقى في حاجه، في حاجه في غلط في البناء البدني للفريق مش مكتمل كويس جدا، يا اما اللعيبه ما بدأ، يا اما في شغل لحاجه محتاج المدير الفني يتشاف. ثانيا عندك اخطاء دفاعيه بتتكرر من مباراه لاخرى ولا تتم علاجها بالصوره المطلوبه، برضو دي محتاجه برضو اعتقد يعني كابتن سامي حفيظ وكابتن سامي مصطفى المفروض هم دورهم في الحاله دي ان هو بينقله او بيقولوا يعني طبعا الراجل اكيد لازم يقف، لو الراجل ما وقفش عنها تبقى دي حاجه تانية بقى. يعني هل حضرتك شايف ان لسه عايزين شكل افضل في التعامل مع المرتدات اللي بتذهب في مرمى النادي في اتجاه مرمى النادي الاهلي؟ شكل الدفاعي افضل من الحالي في التعامل مع محمد. اذا كان الكلام ده مقدور عليه في الدوري، في افريقيا الوضع مختلف. ما هي حصلت معاك ايه؟ يعني درس النجم يخليك تقف، درس النجم ها يخليك تقف، انك انت لما تدخل في بطوله افريقيا وتتاهل ان شاء الله لدور ال 16 هيبقى الموضوع ايه؟ صعب جدا. خلاص دي مباراه رايحه ومباراه جايه، والتاهل دور الثمانيه نفس الشيء. يعني عاوز اقول لك ايه؟ انت لازم تدرك حجم اللي حصل، انك انت جاي يا فايلر الهدف واحد بس، ده اللي انا اعرفه، بطوله افريقيا. الدليل اللي حصل مع مارتن لاسارتي خماسيه سان داونز دي ماساه، ده زلزال، ده الفريق ما جاش يعني. وبعدين زعل لما مشي، لا انت ما انت يعني مكان من احترام ليك، انت لم تضف جديد للفرق. يعني ما فيش حاجه في الفريق اتعملت، يعني الاهلي ما اداش مباراه ها تقدر تقول عليها انه واقف على رجليه، بعكس اللي بيحصل دلوقتي. في شغل فني، في فكره في الملعب بتتعمل، في فكره في الملعب فعلا. طب في اصابات بتحرم المدرب، في اصابات بتحرم المدرب الفني. طب مين مسؤول؟ طب الاصابات دي اسباب ايه المفروض يبقى في ايه شغل الملعب؟ طب الاخطاء الدفاعيه دي متكرره على طول، هتيجي مع فرق جامده عنديها جراءه هجوميه تتعبك. فانا عايز اقول لازم يبقى في عين، واكيد يعني فايلر اذا كان بيشجع الهجوم ما بيميلش للدفاع وكلام بسمعه، لكن عاوز اقوله لا، اذا لم يكن لديك حائط دفاع صلد قوي جدا ولاعبين
مدافعين اقوياء بيعرفوا يتعاملوا مع 4-4-2 يتعاملوا 3-5 كل التشكيلات اللي بتقال 4-1-4 مش عارف ايه كل الطرق اللي بتتكلم يعني الناس مش هيعنيها الكلام ده بقدر انك انت ازاي تمنع الوصول لمرمى شناء وشريف اكرام. مباراه بكره من الاختبارات الصعبه. يعني ايه؟ اختبار طارق العشري مع الحرس لعب بنفس طريقه النجم الساحلي التيبيكال ساب لك تلتين الملعب وانت ماسك الكوره مش عارف تختار غير بتسديده لما جت في اتاخر الفوز في المباراه. توقع بكره انك انت هتلاعب مدرب متمرس يهوى اللعب قبل. هل متوقع ان كابتن طلعت يوسف يلعب المباراه قدام الاهلي بطريقه مشابهه للشكل اللي ادى بيه حرس الحدود؟ طبعا مش هيغير الكابتن يعني. لا الكابتن طلعت راجل مدرب برضه هيحترم ان حرب وهيواجه مين يعني. بس عنده دلوقتي فرقه واقفه على رجليها وشايف الاهلي عنده غيابات قد تكون هو من وجهه نظره مؤثره، لكن المفروض لعيبه الاهلي اللي موجودين في القايمه اللي غايب زي اللي حاضر، يعني زي ما بيقولوا الاهلي بمن حضر، هذه المقوله لابد ان هي تبقى مع انه ممكن يبقى فيها نوع من المبالغه شويه، لكن المفروض ما دام انت موجود يبقى لازم تثبت وجودك. راجع لنا بكره عمرو ان شاء الله يعني في القايمه دي موجودين، عادوا للمشاركه ان شاء الله في مباراه الغد ده طبعا حسب رؤيه الجهاز الفني، لكن هم يعني وفقا للاخبار الموجوده معانا هم ضمن القايمه اللي تم اختيارها عمرو السوليه واحمد فتحي. طبعا. مركز الهاف ديفندر تحديدا حضرتك شايفه ازاي؟ لان في جماهير بتشوفه محير جدا. حمدي فتحي اجماع في الاراء على قدراته الدفاعيه والهجوميه لكنه اصيب افتقدنا جهوده. عمرو السوليه من العناصر المؤثره جدا مع الفريق الفتره اللي فاتت، حسام عاشور الخبره الكبيره، اليو ديانج شايف المنافسه في المركز ده ازاي؟ لان في جماهير في الفتره اللي فاتت مطمئن ليها جدا مستوى اليو ديانج، بيشوفوا انه لاعب امكانياته والتعاقد معاه افريقي مميز قوي صغير في السن مناسب جدا لمواجهات الاهلي خارج ملعبه في افريقيا تحديدا في البطوله الافريقيه، حضرتك شايف اليو ديانج ومشاركاته ازاي؟ بانت ملامحه في ماتش الاسماعيلي. يعني ماتش الاسماعيلي محتاج ان كان يعني محتاج بتحليل مختلف لان الاسماعيلي ظهر بشكل كويس في الشوط الاول يعني عمل حاله وده بسبب الاهلي لانه التركيز كان غايب الى حد ما بساط مقطوعه كتير في كشف في ضغط بالصوره الضغط على حامل الكوره مش بالصوره اللي ادى فرصه للاسماعيلي يظهر بشكل لكن خبره الاهلي في الشوط الثاني سيطرت وضاعت فرصه وفي ضربه جزاء الحكم عدت محدش وقف قدامها ومش يعني في ايه في كذا حاجه يعني وكوره في العارضه لكن عاوز اقول لك الماتشات اللي زي دي بتكشف لك العيوب بتاعتك اللي هو موجود انت لازم تتعلم من الاخطاء اللي ما تعلمش من الاخطاء والدروس بتاعت افريقيا اللي حصلت ووقفت عنها لابد انك انت تتعلم من الاخطاء وتعرف انه افريقيا حاجه وهنا حاجه تانية. كابتن طلعت يوسف اتوقع يا استاذ محمد بكره هتبقى فرصه عمره ان هو يعني يقدم مش يقدم نفسه لا يقدم فرقه الاتحاد بشكل مختلف. طيب حضرتك اميل كناقد رياضي وكمشجع وكعاشق للنادي الاهلي وكمحب لكره القدم شايف ان الفتره الجايه والارتباطات والمواجهات القويه خارج ملعبنا في البطوله الافريقيه زي ما حضرتك قلت اللي هي الهدف الرئيسي انه اليو ديانج يبقى له دور اكبر فيها وان الاعتماد على قدراته البدنيه وليس الفنيه فقط تبقى امر يغير شكل الاهلي ربما للافضل ولا انه يكون لاعب يعتمد عليه وقت غياب صرحت في حته اليو ديانج ده المفروض اليو ديانج ده محتاج وقفه. بص حضرتك هو الراجل اللي هو اللي بيحدد يعني طريقة لعب انت شايف رينيفال ده يعني انا شايف انه عنده جراءة غريبة جدا ازاي بتلعب بعمر السلية واحدة سايبه حتى لو انت اقنعتني انه هنا بيقوم بالدور حسين الشحات وقفشة بيلعب 8 و10 وحسين الشحات بيلعب طرف وميل بيغطي يعني عاوز اقول لك ايه لك انت محتاج واحد يعني اصابة حمدي فتحي ممكن تكون يعني كانت بمثابة ضربة للراجل لكل اللي بنى عليه. يعني حمدي فتحي كان شايل له 50% لانه عنده ايه؟ عنده ميزتين ثلاثة. ميزة انه ديفندر بيعرف يقطع كويس بيعرف بس كويس بيعرف يجيب جول. يعني عنده ثلاث حالات عامل له ثلاث حلول. يعني يزيد في الهجوم بيفسد هجمات المنافس ها؟ بيعرف روح كويس بيعرف باص بتاعه سليم. هنا كان عامل سنده مع مين؟ بدات تقول ايه؟ عنده نص ملعب السوليه وحمدي فتحي. اليو ديانج هو الراجل ما تعرفش من الاول مش عارف اقول خد منه موقف ولا ما خدش، لكن في ماتش الاسماعيلي ديانج بين ملامحه انه
عنده اللي يقدر يشيل. يعني عاوز اقول لك ايه، ممكن يبقى عندك وحش انه يمكن الاعتماد عليه، ممكن تديله ثقه وتصلح اخطاء وتخليه يعني حاجه اجمد من كده. ممكن يشيلك، لا ده يشيلك في الدوري اصلا، يعني هتدي افريقيا مش في الدوري، لا ده انت لازم يعني اعتقد انه لازم موجود بكره، يعني لازم يبقى موجود في لا طبعا بكرة. هو كلام حضرتك منطقي، هو هو ما قصدتش بسؤالي انه مطلوب لمباريات افريقيا دون الدوري، قصدت انه خصوصا في لا 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 يعني لازم انه مع الضغط والشغل البدني والمواجهات مع الفرق القويه بدنيا. لكن هو هنا هو هنا وجهه نظر فايلر هي اللي بتحكم، هل هيلعب باثنين ولا هيلعب بواحد، ها اللي هي 4-1 4-1 برضه تفكيره هو. لكن هل دي هتبقى مع كل الفرق متساويه؟ انت بكره هتواجه فريق فيه على فكره في جبهات، يعني بيعتمد على اطراف، عامل لك نص الملعب فيه اثنين في نص الملعب، نور السيد وايمانويل اكوي ده اوغندي، وعندك احمد رفعت متعب. عاوزين نرجع في ماتش قبل كده، احمد رفعت من اللعيبه المرهقه ومتعبه في الناحيه اليمين اللي هي الشمال بتاعت الاتحاد. يعني عندك بكره ضغط شديد بكره على احمد فتحي، وجاب او على هدفين، سجل هدفين في المقصه. هو لاعب مهاريا مهارين عالي جدا، يعني كنترول على الكره مميزه ماشي. فانت هي هيبقى في مباراه فيها جبهات وفيها صراعات، ودايما مباريات الاتحاد دولال يبقى فيها حماس. هل حضرتك متوقع الاتحاد يكمل بالشكل ده وبالقوه دي؟ الدفعه اللي بدا بيها هيفضل موجود مع استمرار واستكمال المشوار الدوري في المقدمه في الجدول في المنافسه؟ مباراه بكره هتفرق معاه معنويا. انت لما تلعب مباراه قدام فريق اللي قدام البطل ها وتكسبه مثلا ها هتنقلك نقله في حته تانية. يا اما تنقلك يا اما تجيبك ورا. يعني ايه لها طرفين، يا اما تعليك تخليك انك انت بذلت كل الجهد فتيجي بعد يحصل لك انهيار، انك انت ايه كل تركيزك انك انت تعمل اللقطه دي. ودي لما تيجي تعمل لها مقياس في الدوري المصري في السنوات الاخيره، تلقى مثلا فرق كسبت مثلا الاهلي ها تلقاها بعد الفوز على الاهلي على طول تاخد فتره ممكن بقيه الدور الاول كله ما تخسرش مباراه او تتعادل. نفسنا الدوري يبقى اقوى، ونفسنا الفرق الجماهيريه ولا تاريخ زي الاتحاد تحافظ على شكل جيد في الاداء، بس مش بكره. لا مش بكره، لا ماتش الاهلي وبعد ان شاء الله ما الاهلي يفوز نتكلم. لا 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 انا بقول لك ايه، انه اكيد بيساعدنا تالق الفرق كلها. لا بيبقى عندك، بيبقى عند الفرق المنافس بيبذل كل يعني تركيزه واعصابه في الملعب ان هو يعمل في المباراه. لكن انا عاوز اقول لك انه فايلر تدريجيا المكسب بيجيب مكسب، لكن في ظل المكسب بيجيب مكسب لازم الناس تبقى واخده بالها من حاجه برضه، انه في عندك مشاكل واخطاء، في عندك مشاكل واخطاء فلازم ايه يتبص عليها، خاصه في الدفاع، خاصه مثلا تاخر التهديف. الفرق كلها هتواجهك كده اصلا، مش هتلعب، ما فيش فريق هيلعبك مباراه مفتوحه ها وانت عامل بالشكل ده. استاذ محمود مبسوط ولا قلق من فكره الروتيشن اللي بتحصل في منطقه الهجوم تحديدا؟ يعني عندنا في خط الهجوم وفي منطقه الوسط المهاجم، المنطقه دي عندنا عناصر مميزه كتيره جدا بعد الصفقات الجديده، اضيفت اسماء مع النجوم اللي موجودين بقى عندنا، يعني مجدي قفشه، الشحات، جيرالدو، بعد مع مروان محسن، وليد ازارو، جونيور اجاي، عندنا وليد سليمان، عندنا يعني مجموعه كبيره ممكن المناوره بيها. هل حضرتك اكثر ميلا لفكره انه تثبت العناصر الموجوده في المنطقه دي الا لا قدر الله في حالات الاصابه او الايقاف، ولا مع الروتيشن اللي بيحصل ده مره بنلاقي الشيخ، مره وليد سليمان، مره الشحات، مره يعني التغيير اللي بيحصل كتير، قفشه او ازارو، عفوا اجاي او ازارو؟ بص عاوز اقول تثبيت ثبات التشكيل من صالح الفريق. عناصرك لما تبقى عندها خلاص يعني انصهرت في بعضها، اصل ما تقوليش انا هقعد اغير لك كل شويه واضيف واشيل واحط، هيبقى في انسجام. يعني لما يبقى نفس التشكيله هي اللي موجوده معاك، واذا اجبرتك الظروف على اصابه او غياب بسبب الكروت الملونه ولا حاجه، دي حاجات تبقى طارئه، لكن تشكيله الفريق وثباتها ده شيء مهم جدا للفريق، لانه خلاص يبقى اللعيبه حافظه من غير ما يبص، هو عارف بيعمل ايه. بس في ناس تانية، عايز حضرتك برضو تقول لي رأيك ايه، الناس التانية اللي سعيدة جدا بالموضوع ده بيقولوا، او وجهة النظر التانية انه فكرة الدفع بكل العناصر دي وتبادل الادوار بينها في المباريات مخلية كل العناصر دي جاهزة، ومخلياني في حالة اصابة اي نجم عندي البديل جاهز مش بعيد عن حساسية المباريات. مش بالصورة دي والله يا اسطى، ما كمل احترام من وجهة النظر. يعني وجهة النظر دي انا احترم كل واحد ليه، كل واحد انا مش يعني ماشي، لكن هسأله سؤال. يعني احمد الشيخ في مباراه الاسماعيلي، انا رغم انه يعني الناس كلها انتقدته وضيع اكتر من فرصه
لكن انا عجبني اصرار الراجل على انه يكمل المباراه، يعني كان ممكن يسحبه لكن حرص على انه الولد عاوز يعمل حاجه خلاص. لكن كان مغامر من وجهه نظري، من وجهه نظري ورغم الظروف اللي فيها الاهلي، انه نزل احمد شيت في ماتش الشيخ، في ماتش زي ماتش الاسماعيلي. ماتش الاسماعيلي دي حسابات تانية، يعني مباراه فيها ضغوط نفسيه اكبر من الضغوط الفنيه. يعني انت عارف الحاجات اللي بتتم بقى قبل الماتش والمباراه في نلعبها في الاسماعيلي، الحركات اللي بتتعمل اللي هي كل مره، مع انه الماتش متحدد من اول الجدول ما اتعمل انها تتلعب في حته، مش ده قرار الاهلي ولا اللي داخل فيها، ده الامن هو اللي بيحدد الكلام، ملاعب فين والطبيعه فين. محدش عايز يروح يلعب في درجه الحراره المنخفضه دي في الماكس مثلا، كان يبقى ممكن الماتش هنا قريب مثلا. امتى ممكن ناخد افضل اداء من احمد الشيخ؟ لانه لوغاريتم، يعني كل الناس مجمعه على قدراته. انا اسف، مع احترامي الكامل طبعا لقدرات فريق المقصه والعناصر المميزه عنده وقدرات النادي اداريا وكل شيء، لكن احمد الشيخ بلغه الكوره كان شايل الفريد على كتافه فنيا في الفتره اللي كان فيها في المقصه، كان نجم النجوم، تهديف ولعب وكل حاجه وقياده طبعا في الملعب للفريق، وبيعتمدوا عليه في كل كوره اللي هو بيستلم ويسلم في كل هجمه. ده غير الاهداف. ايه اللي ناقص؟ يعني الناس طول الوقت بتتساءل ان عندنا ثقه، كلنا في الاراء مجمعين على ان احمد شيخ لاعب سوبر، بس لسه ما وصلش للتوب فورم بتاعته مع الاهلي. ايه اللي ناقصه من وجهه نظرك يا استاذ؟ في نجوم كتير على فكره نجوم في الاهلي مهارات عاليه جدا لم يوفقوا، او يعني كان ايه مشوارهم قليل في الاهلي. احمد الشيخ محتاج يدافع عن نفسه اكتر من كده. يعني انا لما المدرب بيديك الفرصه في مباراه خلاص لازم انت ايه، مش عاوز اقول التوفيق وعدم التوفيق، لا، بس انت لازم تكون اكثر قتالا على الكرة معاك، يعني لازم يكون عندك روح اعلى من كده. فرصتك مش هتيجي تاني، يعني اعتقد السنه دي هتبقى بالنسبه لك اخر فرصه لو انت في الفتره دي، وطالما الراجل حس بيك وبدا يديك، فانت كلاعب مطالب انك تشتغل على نفسك، مطالب انك انت تزود نفسك. تزود نفسك ازاي؟ بالتدريب، تطالب لكن حضرتك مصر انه مطلوب منه انتاج افضل من كده، انتاج افضل وقدراته اعلى. قدرات هو عنده القدرات ويمتلك انه يقدر يصنع الفارق. دايما الفرقه الكبيره بتدور على لاعب اللي يديها الميزه، اللي ممكن لما تبقى انت ما عندكش الحلول هو يعمل لك الحل، يعمل لك الحل بكوره، بفاول، بلعبه، بباص، يعني زي ما ايه، في قسطة كده بيخلص لك. لما تبقى انت لما ليفربول مزنوق يروح في عنده اللي بيخلص له، صلاح، فيرمينيو، ماني، ايه الفرق الملايين المدفوعه بينه وبينهم، بين المجموعه دي وبين باقي اللاعبين، المجموعه دي في العناصر اللي هي الكي بلايرز كل يعني فريق اللي بيعملوا. فانا عاوز اقول لك ان احمد شيخ عنده من القدرات، لكن لما المدير الفني بيديك مره واثنين وثلاثه وانت لا تستطيع ان تستغل هذا الفوز، دافع عن وجودك في الفريق، خلاص ما تلوموش لما ايه تقعد على ذكر هاتوش، ما خدش فرصتي. لما تاخد فرصه مره، لا انا متفائل بيه انه هيعمل حاجه الموسم ده ان شاء الله، يعني زي ما حضرتك قلت من اللعيبه، من اللعيبه اللي هو ايه، اعتقد ان هو هيديهم، لكن عاوز اداء اداء إيه؟ اداء بالروح، بروح الفرنه الحمراء، اداء القتالي، لانه فنيا ما عندوش مشكله، لا ما عندوش مشكله، لا عاوز، لا عاوز، لا يعني عاوز يعني ايه، لا اجمد من كده، يعني لازم خلاص يدوس على نفسه اكتر في الملعب، يدوس على نفسه اكتر من كده. فاللي انا عايز اقول لك انه انت عندك الـ 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 الهيكل واضح، خلاص انت اكتمل الشكل. تثبيت بقى ومش تثبيت، لا انا محتاج انك انت يبقى عندك راس حربه ثابت، وتغير وما تغيرش، تخليهم واحد، تخليهم اثنين في الملعب، ده حاجه ترجع لك او تنزل وتطلع. لكن لما انت تبقى المساله استاذ محمد ارجع للعصر الذهبي للاهلي في السنوات مانويل جوزيه، شوف الشكل، شوف تشكيله الفريق كانت بتتغير كم مره، الناس ما مفيش خالص، مفيش تغيير، لا لاعب اثنين حتى التغييرات بقت ثابته، في تغييرين او ثلاثه هم اللي بيحصلوا. يعني عاوز اقول لك انت ايه مشكلتك في الدفاع؟ انه الاثنين اللي في القلب ما بيلعبوش مع بعض. ما انت في اثنين ما بيلعبوش، بتغير واحد والثاني، وتغير واحد والثاني، ايمن اشرف، طب مش عارف مين، طب مش عارف. هنا مفيش ربط، اصل اللعبه في المنطقه دي الغلطه في فوره، وده من الحاجات، من المراكز اللي هو مثلا قلبين الدفاع لازم يبقوا حافظين تحركات بعض وعارفين بيلعبوا مع مين، وكل واحد فاهم دور. وانت عندك مدرب يعني من وجهه من اللي انا شايفه مش محترف بالدفاع اصلا، ده كله كورته هجوميه. فلما تواجه محتاج مدافعين سرعة جدا، متناغمين، اربع عيون مش عينين، مفتحين في الملعب شايفين بيلعبوا مع مين. لكن ايه، محتاج ان هو يزودهم انه ازاي يستخلص الكوره من غير ما يدي للمهاجم فاول عليه، ازاي يلعب الكره السهله. كان مين الاسطى في الحاجات دي؟ مش الاسطوات القدام بقى، ماهر همام والناس الجامده، ومش عاوز في اسطوات، في كان اسطى اسمه عماد النحاس، كان بيلعب مين ومين؟ ها، مدافع بصوره صانع لعب، مدافع قاعد الاهلي يدور على بديل، مش عارف يدور يجيب حد. مين كان جنبه؟ وحش وائل جمعه، ها، شادي محمد،
احمد السيد كان في عندك دفاع واقف، اذا ما دافعتش جيدا مش هتعرف تهاجم، لانه لما تستقبل هي فرق العالم كلها دلوقتي اللي بتحسن نتائجها، حتى اللي عندها اقوى هجوم ما بتكملش مثلا في بطوله اوروبا لو دفاعها فيه، لو الدفاع مش الفريق اللي بتلاقيه مؤشراته زادت اللي صلح في مراكز انت محتاج زي ليفربول مثلا، يعني مثلا في مراكز انت محتاج ايه، لازم يبقى شكل الفريق ثابت محفوظ، يعني انت يقول لك هيلعب بفلان وفلان وفلان، ده ممكن يكون فلان هيغيب، او يعني كان ايه ممكن مانويل يجي في ماتشات اللي هي مثلا يريح ناس في ماتشات كاس، يدي فرصه حتى في الحاجات يعني هنا دي. بتقول ان ضروري نبقى نتعود في الفتره الجايه على اننا نشوف خط دفاع الاهلي خط رباعي دفاع ثابت، خط دفاع ثابت، نص ملعب ثابت، مهاجم واضح وصريح، اصل يعني هو جمهور الاهلي هيقعد يصبر قد ايه مثلا على المهاجمين بتاعه، يعني هيصبر قد ايه على ازارو مثلا ولا مروان محسن؟ طيب لو انت عاوز يعني مش هتدخل في فنيات، عاوز تلعب اجاي مثلا راس حربه وبتلعب هو اجاي اصله بيقدر يقوم بالدورين، يعني ممكن الاعتماد عليه كراس حربه، لكن بنفقده كواحد من المثلث الهجومي او لعيبه الوسط، هو مطالب جداً. مطالب انا من وجهه نظري ان هو يبقى في تثبات التشكيل، مساله كتر التغيير هنا حضرتك شايف ان ده هيبقى له تاثير ايجابي اكبر على الفريق وعلى شكله النتائج. في ماتشات انت شايفها بدرجه اقل تقدر تعدل، لكن الشكل نفسه لانه الاهلي في بطوله افريقيا اللي فاتت واللي قبليها اللي خسرهم ورا بعض، ما تبص على الوضع هو كان عنده ايه، ما تبص على المشاكل، ما هو لازم اذا ما تعلمش الاهلي والجهاز الحالي من الاخطاء اللي ارتكبت في البطولتين اللي فاتوا مش هيقدر يفوز بالبطوله اللي جايه، البطوله الجايه اكثر شراسه، البطوله الحاليه اللي هي فيها دي شرسه جدا، محتاجه انك انت هدفك واضح، انت لسه هتصطدم يعني ايه بفرق ايه، يعني فرقه جامده جدا، انت عندك 12 فريق على الاقل مصنفين درجه اولى، درجه اولى يعني الاختبارات الاصعب لسه ما وصلش، لسه ما وصلش الاصعب. فاللي انا عايز اقوله اذا انت الدوري ما قدرتش تستفيد من المواجهات الصعبه دي، تتعلم منها، يبقى عندك تشكيل ثابت، يبقى عندك عارف هدفك وعندك خطتك البديله وعندك حلولك وعندك التكتيك بتاعك اللي انت يعني ايه، في مدرب بيعمل تغييره كده بتقلب له الماتش، في بيحرك لاعب داخل الملعب وبيعمل تغيير، يعني انت ايه حاجات كتيره هنرجع نقول على مانويل، بس ده جيل يعني مش هتكرر تاني غير بعد 10 15 سنه، كان يحرك واحد من هنا يطلع مدافع وزود يعني فاينر من الناس اللي بتفكر، بس لابد ان يحذر من غدر الكره، وانه اذا لم يعالج اخطاء دفاعه بالصوره المطلوبه ربما يعني يتعرض تبقى في مشكلات فنيه. حضرتك بتقول اساس هو يعني اداء ثابت لخط الدفاع وثبات في تشكيل خط الدفاع، ده الاساس، ده اساسي عشان يبقى خلاص يعني ايه عوده، لا شك انه عوده محمود متولي في اللحظه دي، وان شاء الله لما تكتمل يعني القوه ياسر ابراهيم يبقى بيختار باريحيه شديده، متولي وياسر ابراهيم وربيعه وايمن اشرف بنختار من عارف محمد تشكيل، يعني عارف الاهلي في الحاله دي اشد احتياجه لايه، الناس كلها عماله تتكلم عن المهاجمين، لا لا انا مش محتاج مهاجم، الاهلي محتاج مدافع، ومدافع جامد جدا، مدافع بيعرف يلعب كوره، الاهلي لو بنى وعالج الجزئيه دي انا بقول لك بنسبه كبيره جدا هيعمل مفاجاه في افريقيا. الاهلي من وجهه نظرك استاذ محمود محتاج مدافع من نوعيه، سواء كنا بنتكلم عن صفقه جديده او واحد يوصل للتوب فورم دي من اللي موجودين حاليا، من نوعيه او من اقرب لستايل عماد النحاس ولا وائل جمعه؟ الاثنين يجمع الاثنين. مدافع واحد يا استاذ محمود، انت هتجيب واحد جايب علي وديان على فكرة. خط النص، على فكرة بص ياسر ابراهيم ومحمود متولي، بص على فكره انت جايب إيه، بص عاوز اقول لك على حاجه، محمود متولي هيبقى له دور، ورامي ربيعه انا عجبني انه انا يعني انا سعيد انه رجع، لا رامي كان لانه من المدافعين اللي عندهم كوره، من المدافعين، وايمن اشرف انا مش عاوز اظلمه في المكان لانه بيبذل جهد كبير جدا عشان الناس بصمه، يا جماعه كمان ايمن اشرف يعني ابتدى مشواره وتالق باك ليفت، ايمن اشرف كان عنده عليه وكان قد المسؤوليه سواء مع المنتخب او الاهلي كمساك، لكن ايمن بدايته وتالقه في البدايه كل ياسر مشواره ياسر ابراهيم لسه ما دخلش في تشكيله الراجل بس محتاج نفسه، محتاج ياسر يتساند، يعني انه ايه لا يعني يشوف يشتغل على نفسه، لازم لا يمسك في الفرصه ما يستسلمش. فاللي انا عايز اقوله لك انت محتاج مدافع فعلا، انت محتاج مدافع، ومدافع يعني جامد حتى مع اكتمال الصفوف، حتى يعني مع رجوع ياسر ابراهيم وجود ايمن اشرف وربيعه وسعد سمير انا بكلم الناس سعد سمير طبعا عودته برده مهمه جدا، بس سعد سمير برده شوف راجع بعد فتره غياب هياخد وقت عشان
يدخل من اللعيبه المهمين جدا. لكن عاوز اقول لك ايه، انت اصلا لما تيجي تقف على فريق زي الاهلي ارجع مكول برضه هقدر ارجعك برضه، يعني هقدر ارجعك على المشاكل اللي الاهلي تعرض لها في السنوات اللي فاتت، هتلقى اغلبها ها في افريقيا من خط الدفاع، هتلقى مشكله الاوفرات العاليه، هتلقى مشكله الحقيقه كانت يعني كانت من الدفاع ومن من الهجوم، لا لا لان كان ناقصنا يعني عناصر كتيره قوي كمان يعني في الهجوم يعني الاهلي اضافها. يعني انت ما تقولش ان الاهلي مثلا يتغلب من يانج افريكانز في دار السلام مع كامل احترام، ده لعبه اتعمل على الاهلي جيب، يتغلب مش عارف مع مين، يتغلب من صن داونز بالنتيجه اللي هو صن داونز نفسه مش مصدق لغايه دلوقتي ان هو عمل النتيجه دي مع يعني بطل ابطال افريقيا. فدي برضو عاوز اقول لك من الحاجات اللي هي يتفتح فيها العينين على رينيه فعلا. ممكن رينيه فعلا يكون شايف في ناس وجهه نظرها برضو او تحترم، تقول لك لا مش لازم يبقى عندي الدفاع، اصل انا مش بدافع، انا عاوز اخلص قدام. طب ماشي، ما انت هتخلص قدام، لكن انت ما انت هتخلص قدام، ما انت رحت من هنا فايز 3 على الترجي وشلت 3 في ماتش غريب تعرضت فيه لضغوط من قبل ما يبدا المباراه، مش عاوزين نرجع ليها، لكن انت 3-0 نتيجه كبيره جدا على فريق بحجم الاهلي طبعا. ماشي، فحضرتك مش عايز اي خطا مشابه مستقبلا. لا مش عايز، لا ما انت لازم تبقى عندك باصص، لانه عندك طب المهاجمين، طيب ازارو، مروان محسن، اجاييه، صلاح محسن، طب نعمل ايه تاني؟ تجيب مين تاني يعني؟ ما هو ده اللي بنقوله، يعني ده اللي بنقوله عشان كده حضرتك. يعني انت هتجيب واحد مثلا يعني هو في مهاجم قاعد مستنيك، ثواني بس معلش بس خلينا منطقيين، هو في مهاجم قاعد مستنيك هيجيب الهدف من ربع فرصه؟ واحنا ما نعرفوش يعني الناس اللي هيسيبوه مثلا هيفرطوا فيه مثلا بالسهل؟ يعني ده يعني ده هيجيبهم نفسه، يعني هياخدوا الكوره مثلا مع نفسه، ولا نتيجه تعاون وشغل الفريق كله مع بعض؟ فالهدف الاساسي انه المنطقه الخلفيه دي لازم تبقى منطقه مقفوله، منطقه وصول الصعب، يعني من الصعب الوصول لمرمى الشناوي، من الصعب. لا دي معلش كلام، انا بكلمك، فدي جزئيه اعتقد اللي التفكير فيها المفروض ما يستهانش بيه، يقول لك انا عندي اصل ممكن، لا لا عندك مشكله. ما هو اللي حضرتك بتقوله ده كلام سليم، لانه اكبر فرق العالم مش على مستوى افريقيا بس ده. يعني برشلونه مثلا مشكلاته دايما في بطوله اوروبا في الفتره اللي فاتت انه لما بيخرج من بطوله مشكلاته دفاعه، اداء دفاعي خلاص، لان هجومه قوي جدا بس عنده عيوب كبيره في خط الدفاع. ده كلام ليفربول كده، ارفع يعني ارجع ليفربول قبل ما يفوز بدوري ابطال اوروبا السنتين، السنه اللي قبل اللي فاتت جاب مين؟ فان دايك. عامل ايه معاه؟ ودعم كام واحد؟ قفل ها؟ قفل جنبه، عمل رد فعل ايه؟ مدافع، مدافع بدرجه ايه؟ هداف. صحيح، مدافع منح ثقل الفريق، لعيب كوره، لعيب كوره. فانت محتاج من النوعيه دي اللي هي تزودك. ليه؟ لانه عندك العناصر، خلاص عندك العناصر الجيده في نص الملعب والعناصر الجيده في الهجوم. المنطقه اللي ورا بقى لازم يبقى حد عندك معلم بقى، حد وجوده يديك اطمئنان، حد وجوده يعمل لك الحاجات اللي انت يعني تقول الله عليك، يعني ازاي شالها، مطمن على الاهلي في اي هجمه مرتده. اي تبقى انت مطمن وحاسس انه مش اي حد هيعدي. لكن المساله ان شاء الله نوصل لده حتى من خلال تركيز اكبر وشغل اكتر من الجهاز الفني على تنميه قدرات اللعيبه في خط الدفاع، انه ازاي نتفادى تكرار الاخطاء اللي حصلت في المواسم اللي فاتت، يعني او استغلال الاسماء والصفقات الجديده بشكل افضل عشان نطمئن على الفريق اللي دايما اتعودنا انه بيبقى ضاغط فبيسيب مساحات في الملعب. الاهلي دايما بيهاجم بقوه اي فريق، فالمرتدات دي لازم زي ما حضرتك بتقول يبقى فيه كوادر مميزه جدا فنيا تتعامل معاها عشان ما نستقبلش اهداف في اي وقت. ما نستقبلش اهداف، لانك استقبالك اهداف برضه يتوقف برضه على انك انت ايه؟ حاله رد الفعل بقى، يعني ممكن لما استقبلت قدره الفريق انه يعوض في اي مباراه هيعوض، لكن ما تضمنش ظروف المباراه بتكون بالنسبه لك ايه؟ أكيد أكيد. فلما يكون انت تمتلك خط دفاع قوي جدا بيبقى صعب جدا ماشي، وانت ترجع تفوق الاهلي افريقيا في السنوات اللي فاتت نتيجه صلابه دفاعه. صحيح، صلابه دفاعه وصعوبه اختراقه. ان شاء الله الامور تكون افضل باذن الله، ومش بس على مستوى بطوله افريقيا زي ما بيتكلم الاستاذ محمود صبري، بكره كمان استكمال لانطلاقتنا القويه في الدوري الممتاز، والفوز يكون حليف فريقنا ونجومنا، نجوم الفريق الاول في النادي الاهلي على فريق الاتحاد السكندري، اللي زي ما قال ضيفنا الاستاذ محمود صبري ان الحسابات الفنيه بتزداد قوه والدوافع بتزيد عند نجوم الفريقين. النادي الاهلي بانه عنده هدف وحيد زي ما قال كابتن سيد عبد الحفيظ، هو الفوز في كل اللقاءات وكل
المنافسات المحلية والأفريقية هذا الموسم إن شاء الله، والاتحاد اللي عنده كمان رصيد من النقاط وانطلاقة قوية بتخلي الدوافع عنده أعلى في المباراة دي. بإذن الله نشوف مباراة قوية تليق بالفريقين ويكون الفوز والحسم للنادي الأهلي وحليف النادي الأهلي في هذا اللقاء. هننتقل لمنتخبنا الوطني الأول. ما قيل أنه أزمة أو مطالب الكابتن حسام البدري على أقل تقدير خلاف وجهات النظر، مطالب موجهة للاتحاد المصري لكرة القدم أو اللجنة المؤقتة بأنه تبقى فيه في الحسابات فترتين للإعداد المنتخب وللتوقف. حضرتك شايف المطلب ده إزاي؟ طبعا من حقه من حقه يعمل تجمع يعني، بس ده بصورة ما يأثرش على أنه الدوري يقف. بلاش ونام يعني، بلاش الدوري يقف يعني، خلي البطوله. حضرتك شايف الدوري اعداد افضل؟ اعداد افضل يا استاذ محمد. الدوري هو العنوان الاساسي للمنتخب، واحنا خدنا افريقيا ثلاث دورات من فين؟ لعيبه من الدوري المصري، من بره يعني مثلا الدوري المصري، ولا دوري كان مليان ومدرجات مليانه. ما انا برضه عاوز اقول يا المفروض يطالب بيه الكابتن حسام انه يروح يقابل الاستاذ عمرو الجنايه يقول له عشان خاطرنا رجع الجمهور. عاوزين جمهور في المدرجات يعني، ليه امتى يعني ماتشات يعني، يعني ليه يا جماعه كده؟ ليه؟ شوف النهارده الرجاء والوداد في الدوري المغرب، شوف الملعب عامل ايه؟ مباراه العصر اقيمت ها؟ شوف 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 كرنفال بين فرقتين ايه يعني، اهلي وزمالك وفي غيرهم تاني، وفي الجيش، وفي يعني في عندك اربع خمس فرق في المغرب يعني كلهم يعتبروا دربيات ومباريات جامده جدا وجماهيريه كبيره جدا. فانا عايز ليه الجمهور ما يرجعش؟ يعني ايه اللي مانع حتى الان انه يبقى في 10,000 حتى مشجع في طب حضرتك متفق ولا مختلف مع اللي قاله تصريحات كابتن حسام البدري؟ بعض التصريحات اشار الى انه من وجهه نظره الدوري مش قوي بالدرجه الكافيه ولا يفرز عناصر قويه تدي فرصه اختيارات جيده للجهاز الفني للمنتخب. تعال الكلام ده شايفه ازاي؟ طبعا انا مش عايز اقول ان انا ما شفتش الحوار اللي حصل عشان ما بعرفش الكلام اللي اتقال من الكابتن حسام، لكن لما اجي اقول الدوري ما يفرشش لعيب لا يستحق الانضمام للمنتخب، هو كده من وجهه نظري انه حط يده على اول نقطه. يعني تاكيدات من زملائنا كمان في اسره اعداد البرنامج انه قال كده على الهواء في اكتر من قناه، ثلاث قنوات فضائيه حوارات. انا ما تابعتش تصريحات، ولكن طبعا مؤكد الخبر واستندوا لتصريحات على الهواء الكابتن حسام. مش معترض يعني، انا مش بس انا بقول لك ايه، انه هو لما قال الجمله دي انا من وجهه نظري انه دي بدايه نقطه من حسام بدري ها، ورساله لاتحاد الكوره لو هم عاوزين يصلحوا الكوره. اللي قالوا في شيء من الصح على فكره، وانا قلت مع حضرتك قبل كده، قلت لك فتح الباب للمحترفين بهذه الصوره اضر بالمنتخب. ولا تفتكر حضرتك من اسبوعين قلت الكلام ده معاك، قلت لك ان فتح الباب بالصوره المبالغ فيها ها اضر بالمنتخب. حضرتك ضربت مثل بالفراوده قلت كتر الفراوده العرب والاجانب هو بدليل رجع الدوري المصري اضر بمستوى الفروت في المنتخب. قال هناخد خمس لعيبه او ست لعيبه من المنتخب ايه؟ المنتخب الاولمبي. ممكن سمى منهم مثلا رمضان صبحي، مصطفى محمد، ولسه قال لك احمد ياسر ريان ممكن في التفكير، ممكن عندك اسامه جلال، ممكن يبقى عندك عبد الرحمن مجدي، ممكن يبقى عندك ناس تانية، عمار حمدي، ما حدش تعرف تفكيره ايه. لكن هو في هذا الكلام يعني انا كنت اتمنى، انا بأيده على فكره ان الدوري المصري فعلا ما طلعش لعيب، مش بس الكلام ده كان يتقال في غرف مغلقه، يتكتب في تقرير كده وتفضل. ليه حضرتك شايف انه مش مناسب انه يقال على الملأ او في الفضائيات؟ انت كده بتفقد الثقه في الجميع، انت بتفقد الثقه في الجميع يعني، بتضرب كرسي في الكلوب. ده مفيش معنى زي كل الموجودين دول ما ينفعوش منتخب. على فكره حضرتك بتشوف ده كلام محبط للاعبين نفسهم؟ كلام كلام طبعا يقلل الدوافع عندنا، يقلل يعني محبط يعني. عاوز اقول لك ايه، كلامك صح يا كابتن حسام، انا مش مختلف معاك، بس كان نفس الكلام ده ما يبقاش دلوقتي. يعني الكلام ده كان تقوله مثلا في تقرير تبعته للراجل. طيب تقول يعني انا وجهه نظري يا رجل يعني، عاوز اقول لك ايه، لما تيجي تقول لي ايه مثلا ده هو الاهلي ياخد الدوري، اسال فايلر هارد يقول لك طب هو الاهلي عنده لعيبه مش ياخد الدوري. يبقى كلام لو سمعوا اللاعب يحبط جدا، لو سمعوا لعيبه يبقى يرد فعل يا فندم. الدوري المصري ما بيطلعش لعيبه، الدوري المصري ما افرشش المطلوب من
بس دي في حد ذاتها كابتن حسام محتاجه شغل كبير جدا من اتحاد الكوره مش منك كمان. حضرتك بتقول انه مش مجال التصريح ده الفضائيات. مش مجال له تصريح فضائيات خالص. في حاجتين عكس بعض يا استاذ محمود. ان كابتن حسام هنا بيقول وكلام حضرتك شايفه فنيا سليم حتى لو لم يقال في المقام المناسب له، فكره ان الدوري لم يفرز لاعبين جيدين وانه مستواه ضعيف فنيا، فكابتن حسام بيطالب بان الدوري يبقى اقوى. في نفس الوقت بيعمل حاجه على النقيض عكس الكلام ده، انه بيطلب توقيف الدوري اكتر من مره. وده اضرار باي مسابقه واضعاف لمستواها الفني. ايه التناقض ده؟ هو مش تناقض، هو دلوقتي حاسس نفسه برضو. عاوز اقول لك في مشكله يا استاذ محمد، انه عناصر المنتخب يعني ايه لما تيجي انت تمسك ورقه وقلم دلوقتي وقول له لو سمحت، انا هقول لك لو سمحت اعمل لي تشكيل منتخب اللي انت شايفه في الايام اللي جايه، قول لي التشكيل هيبقى شكله ازاي؟ لا كل اللي حضرتك وكل النقاد وكل الخبراء في الاستوديوهات قالوه بعد بطوله المنتخب الاولمبي وكاس الامم المنتخب الاولمبي، قالوا كل الناس مع الخمسه سته انا بكلمك كل الناس شايفين ايه حضرتك؟ ان العناصر بتاع المنتخب الاولمبي دول هم اللي هيعملوا الفرق يا رجاله. صحيح حمد. كل الناس قالت صح، مش قال الكلام ده؟ الموضوع ده اكبر خطر على فكره. انت هتواجه عندك قرعه 21 يناير تصفيه المونديال على فكرة، وربنا كده يعني صراحة بعد ما تألق وأحسن لاعب إن شاء الله يعني ربنا كده يعني إيه يعني كده يهديه إن شاء الله ويرجع، والكلام اللي قاله إيجابي وإن أنا عندنا فرصة نروح كأس العالم 2022 وده شكله كويس ده الكلام. أنت هتجيب الخمس ست عناصر دول هتضيفهم على المنتخب، كم واحد هيلعبوا؟ كم واحد هيلعبوا مع المنتخب الأول؟ بالكتير قوي اتنين يا ثلاثة. يعني اقدر اقول لك انه مثلا مصطفى محمد رمضان صبحي يضيف معاهم حد تاني. هيتضافوا على ايه؟ على المنتخب، على الناس اللي موجودة في الملعب في المنتخب. خلاص هو عنده سوء حظ في اصابة واحد زي حمد فتحي، كان ليه حتة كده حطه جنب طارق حمد فبقى عندك شكل في نص الملعب اهو. اتنين اهم نبني عليهم اهو، حط كده ونروح بنين. لكن تعالى لي بقى للجد بقى وقول لي خط الدفاع. خلينا بقى في الجد، يعني تعال قول في خط الدفاع رباعي الدفاع تعال قول لي مين هم رباعي الدفاع. في الاهلي هتقول لي مين؟ ايمن اشرف مثلا، رامي ربيعه، ومحمود علاء في الزمالك، ها؟ وممكن مين تاني؟ حجازي محترف بقى مصر بيلعب بشكل اساسي. مين تاني لسه المنافسه بقى الافضل المنافسة. من الاهلي ومن الزمالك. طب مين الطرفين؟ مين ده؟ احمد فتحي و مين الباك ليفت؟ مين الباك ليفت يا راس؟ قول لنا يا استاذ محمود. انا بقول لك انت اهو اسالك انا بسالك انت راجل مين الباك ليفت؟ منتخب مصر. طب يعني هل الكلام ده حضرتك شايف الدليل اللي انا بقوله لك ليه؟ انا عايز بس استوضح حاجة. لا انا بستوضح كلامك في حاجه. هنكمل كلامك والله. بس انا عايز اسال سؤال، انا بحط نفسي بس مكان اللي بيتابع حضرتك دلوقتي او اللي بيتفرج علينا. هل حضرتك بتقول ده انه عندك تحفظ على عدم ثبات التشكيل ولا عندك قلق من مستوى اللاعبين والكوادر الموجوده في الدوري؟ حضرتك بتقول ان عندي مشكله في الامكانات الفنيه وقدرات اللاعبين. احدد لحضرتك التشكيل الاساسي. بص يا فندم، احدد لحضرتك كلام حسام بدري. حسام بدري بشان انه الدوري ما فرضش عناصر، ده احنا قلناه واشرنا ليه وقلنا، بس انا الكلام ده ما كانش يجب يقال في تصريح رسمي. كان الكلام ده يتقال اجيب رئيس اتحاد الكوره والمسؤولين، يا جماعه احنا عندنا مشكله. طب ايه المشكله؟ يطلع اتحاد الكوره عندنا مشكله، احنا هنعدل، احنا بنعمل لائحه يا جماعه. يا انديه خلي بالكم من الدوري الجاي، ها؟ الأجانب هيقلوا الاثنين. ده ولا حد مدور في الموضوع، احنا لو نلقى نفتح الدوري 8 والمنتخب يروح مع السلامة، مش مشكلة، مش هشوف بطولات أفريقيا تاني على فكرة. طالما أنت قضيت على حتى مش عاوز تدي فرصة، ها؟ لأن يبقى في عندك عناصر تطلع. أنت عمال تقفلها حتى على الشباب، تعملها 30 مرة 35 مش عارف أنت عاوز إيه. يعني أنت عندك مسابقات ناشئين أصلاً واضحة، ولا بتشارك في بطولات أفريقيا للناشئين، ولا ما هو مين طلع لك النجوم؟ ما مين طلع الأجيال دي غير بكثرة المشاركة والبحث والتنقيب؟ وفي ناس زي اللي بيعملوا مثلاً الجهد الكبير جداً اللي بيعمله مثلاً كابتن ربيع ياسين، بيدور وبيروح هنا وبيروح هنا، يعني مشكلة بالنسبة لي عشان ندور على يعني حد ينطق فلتة. المعين نضب، ما فيش، ما عادش ليه؟ لأنه القاعدة ضيقة، واتحاد الكورة انشغل بحاجات تانية وساب القاعدة تحت، ما فيش شغل فيه. فكان النتيجة اللي احنا حصل، أصبح الناشئين وأوصارهم صيد سهل جدا للمنتفعين والأكاديميات الوهمية، كان نتيجته اللي هو بيقوله حسام البدري. بس معلش يا كابتن حسام الكلام ده جاي متأخر كده، أنت
كده انت لا ما تقولش الكلام ده، ده انت تدخل التحدي ولازم انت تصنع، لو انت لازم تقاتل وتدافع عن نفسك انك جيت في مكان وخدت فرصه ما خدهاش حد، خلاص خدت فرصه والناس بتساندك، فانت لازم ما ينفعش تقول الدوري ما يفرضش فمعنى ذلك ان انا يا جماعه مش قادر اعمل حاجه، الناس هتفسر كده بالكلام، ما تدورش على مبررات، تدور ازاي تخلي المسابقه اقوى في العناصر، تشتغل بالكلام ده، تشتغل وتبذل جهدك. عاوز توقف من حقك تاخد توقف، بس بما لا يخل انه الدوري يقف. على فكره انا مش هنسى السؤال، انا هرجع لك، انا لما بكلمك ما هو التوقف اهو، هل حضرتك بتقول انه عندك تحفظ على اختيارات الكابتن حسام البدري للمدافعين، فبالتالي مش واضح لنا كجماهير مين خط دفاع منتخبنا الاول حتى الان، ولا حضرتك عندك تحفظ على اداء المدافعين في لا عندي تحفظ على اداء المدافعين بشكل عام، بشكل عام حضرتك شايف العناصر دفاعيا مش مميزه؟ بشكل مع كامل احترامي لا عندنا مشكله، وعندنا مشكله، واللي يقول واللي هيقول غير كده معلش وكامل احترامي يبقى بيجامل، يبقى بيجامل. ليه؟ لانه تعالى شفنا في المباريات الافريقيه، انا مش الدوري مش مقياس بالنسبه لي على فكره، خلاص بص شوف احنا مستوانا ايه في الكرات العاليه، بنعمل ايه، كله بيغطس تحت ماشي، وشوف الكرات العكسيه بنتعمل معانا في بطولات افريقيا لما بنواجه، انا بقول لك اهو الشمال الافريقي بالذات ده على مستوى الانديه والمنتخبات، على مستوى الانديه والمنتخبات، انا بقول لك اهو العرضيه دي ما فيش شغل يا استاذ محمد، يعني لابد من، يعني عاوز اقول لك ايه، لابد من التحفيز ولابد من المذاكره يا جماعه، يعني انت راجل شغلتك منتظر ايه؟ ثانيا قطاعات الناشئين فين هي اللاعيبه اللي قدمتها في خط الدفاع؟ يعني ايه؟ هتقول لي ما لابد يكون في ربط فني، كلام اللي احنا بنقوله يعني بتاع فض المجالس، يعني ما فيش ربط فني، ما حدش عارف يعمل ربط فني، انت المفروض تيجي تقول لي مثلا احمد فتحي هيبطل بالسنه اللي جايه، هل انت فكرت احمد فتحي يبطل مثلا من السنتين فبعت الدور على بكره مين بديله بعد كده؟ ايه بديله بعد كده يعني؟ مستني مين يطلعه لك البديل؟ يجيب لك حد تاني؟ محمدي كمان لاعب عنده خبره وسنه كبير، ما انا بكلمك يعني مين بعد الاسمين دول؟ ما انا بكلمك يعني محمد هاني لسه قدامه، محتاج شغل، محتاج شغل من نفسه، محتاج اكثر صلابه ويتعلم من احمد فتحي، شوف احمد فتحي وصل للمستوى ده ازاي؟ بالجهد يعني عاوز اقول لك في لعيبه يبقى عنده هدف فبيشتغل على نفسه. هذكر لك لقطه ممكن قلتها قبل كده، قلت لك لما الاهلي جاب فيليكس ما كانش عارف يقف بالكوره، يقف على الكوره هولمان كان بيعمل يوم كامل في الاهلي، جيب الكابتن ماهر همام ربنا يديه الصحه، من الساعه وانا كنت بروح واتفرج واشوف بيجيب من 10 الصبح يقعد يشتغل مع فيليكس ساعتين، ازاي لعب هو فيليكس الاول جه في الموسم بتاع آلان هاريس بعد سنه، بعد سنه لما جه هولمان بعد هاريس، هاريس ما انا بكلم بقى قاعد موسم واحد تعبان مفيش خالص، بقى لما جه هولمان قلبه قلبه حاجه تانية، بقى حاجه يعني قوي جدا، ما انا بكلمك بقى نقله تانية، يعني عاوز اقول لك اتعمل شغل هنا واتعمل شغل انك انت بتصنع، زي مثلا جروس لازم تقول له انك انت نجحت في انك انت عملت باك ليفت 10 على 10 عبد الله جمعه، من وينج خليته باك ليفت وبذل جهد وعمل شكل وكان قدر يطور اداء اللاعب، في مدرب، في مدربين صناعيه بيعرف يعمل، حضرتك عايز ده بقى في انديه مصر ولا في المنتخب؟ لا مدرب لا, لا 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 في الانديه مالي بالمنتخب، لان المنتخب بيبقى الفترات محدوده جدا اللي بياخد فيها المدرب اللعيبه، المنتخب يا استاذ محمد المنتخب بياخد الجاهزه، يجمع اللعيب يعني اسالك سؤال، يعني المنتخب بيروح له لاعب جاهز، نادي بيبذل وبيربي وبيعمل وبيصرف وياخد المنتخب يكسر الدنيا، والمنتخب هو اللي عمله اتحاد الكوره، حضرتك نفسك انديه مصر تقدم اللعيبه في حاله اعلى فنيا، في حاله اعلى من كده، وهذه الحاله لن يتاتى الا بمسابقه قويه تحترم لوائحها وقوانينها وتحكيم قوي، مش حكم يحسب ضربه جزاء من وهم واحد ماشي وبعدين تقول لي وقفوا شهرين، ايه اللي استفادوا النادي اللي ضيع يعني ضاعت عليه النقط مثلا او خسر، يعني ايه المكافاه يعني وقفته شهرين وبعدين ايه، هل ده عقاب مناسب؟ انت لابد منظومتك كلها يعني تعيد للدوري المصري عشان يبقى عندك منتخب قوي واثنين وثلاثه، ولازم يبقى عندك منتخبات ناشئين، عاوز اقول لك على حاجه، اذا ما اتعملش منتخبات ناشئين واختيار مدربين اكفاء، اختيار مدربين واديهم رواتب كويسه جدا واقول له مهمتك انا اجيب انا اجيب طارق العشري واجيب مش عارف ايهاب جلال واجيب مش عارف، اقول له عايز اعمل منتخب، عاوز اعمل منتخب 16 سنه، عاوز اعلمه واعلمه كوره، لكن انت تقعد بقى
تدوره زي ما تجيلك العشوائيه اللي احنا يعني بنمشي فيها. طيب بعد التصريح كمان عشان نسيب الكابتن حسام البدري ونتناول يعني ملف اتفضل ننتقل من ملف المنتخب. اليوم حسام اتفضل. طيب هو قال كمان انه يمكن استبعاد اي عنصر من المعاونين في الجهاز الفني في اي وقت. حضرتك شايف ده تصريح معناه وقال حاجه تانية؟ لا هو ده اخر حاجه. لا قال حاجه تانية، قال انه موجود في العقد، باين قال موجود في العقد مش عارف ايه شرط ان هو يحدد تفاصيل اكتر يعني، بس هو قال انه يمكن. طب انا هسال حضرتك سؤال، انا هسال حضرتك سؤال. طيب هو مين اختار الجهاز المعاون؟ لا حضرتك سال اللجنه المؤقته، ما انا بس اختاروا له ولا هو مش بسالك انت مين اللي اختار الجهاز المعاون؟ هو كابتن حسام. طب لما اختارهم هيختلفوا معاه؟ هل محتاج انك تحط شرط مثلا في الاختلاف الا اذا كان فرضت عليك ناس؟ هي دي جبت التساؤلات منطقيا. طب لما يختلفوا معاك وما لهمش مكان في الجهاز، طب جبتهم ليه من الاساس؟ وهل في وقت يسمح يبقى في اختلاف في الوقت اللي احنا عايشين ولا احنا بندور على دي شكل معلومه مؤكده على شكل ان كابتن حسام تركت له الصلاحيات؟ بص عاوز اقول لحضرتك على حاجه، بص عاوز اقول لحضرتك في حاجات بعض يعني الاحيان بتبقى حاجات الجمهور ملوش علاقه بيها. يعني الحاجات دي مش لازم الجمهور يعرفها. ايه اللي هتفيد الجمهور لما يعرف انه ممكن استبعد اي عنصر من الجهاز؟ استبعد عنصر من الجهاز ما يعرف. مغزى الرسالة يعني عاوز اقول لك ايه، لم برضو سؤال لم يحالف الكابتن حسام، خاصه ان انا مع كامل احترامي للكل اشعر انه في محاولات تصيد. يعني ايه ننتظر؟ يعني لا يعني يا جماعه عاوزين نخرج من الدايره دي. يعني ايه نطلع من الدايره؟ يعني كفايه، يعني تعبنا من الناس واقفه لبعض. هو قال حاجات يترد عليها ويتقال له انك انت المفروض ما كنتش تقول الكلام ده. ها انت راجل كبير ومدرب كبير وعملت بطولات مع الاهلي وخدت لك سيره ذاتيه محترمه جدا قويه، لكن انت الحاجات زي دي النقطه دي والنقطه اللي قلنا عليها بتاعت الدوري ليس لها محل من الاعراب في الحوار نفسه. يعني يختلف معايا فانا عندي شرط من العقد؟ ده انت متوقع بقى انه حد يختلف معاك؟ ما انا هقول لك كده، ده انت حاطط كده يبقى انت في حد جاء اتفرض عليك. ها وبتدي فرصه للناس تقول لك فلان ده فعلا في واحد موجود في الجهاز جاي مش باراده الكابتن حسام. طيب قبل ما انتقل لنقطه ثانيه بقى، انا هطلب من حضرتك تحط لنا تشكيل دفاع خط دفاع منتخب مصر حاليا من افضل مجموعه. حجازي، وعندنا النهارده بنتكلم في عناصر مميزه في الاهلي وعندها خبرات دوليه، رامي ربيعه، ايمن اشرف مع عناصر زي متولي وياسر ابراهيم مع العناصر الموجوده بعضها من الزمالك بعضها من انديه اخرى منافسه. يعني مين اللي حضرتك شايف انه ممكن يبقوا الخط الاساسي اللي بيتولى مهمه الدفاع؟ التكوين حجازي رغم يعني اصاباته المتكرره، محمد متولي لما يرجع ادي اتنين مساكين، رامي ربيعه، محمود علاء، باهر المحمدي. باهر الفتره اللي فاتت كمان له مشاركات كويسه جدا مع المنتخب الحقيقه. في محمد عبد الغني. هنا حضرتك بتتكلم عن ال- 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 المساكين اكتر، مركز على الدفاع، قلب الدفاع مش الباك رايت والباك ليفت. لا الباك رايت والباك ليفت، تعالى بس اقول لك على حاجه. قول لي مين باك ليفت في الباك ليفت عندك الاهلي؟ علي معلول. علي معلول الاحتياطي بتاعه محمود وحيد بدا يشارك. ها وبرضه الناس ما اعذرتش، برضه في ناس ما تعذرش محمود وحيد انه قاعد لسه ورجع. يعني مشاركاته لسه يعني عاوز اقول لك يبقى قاتل وعاوز يبقى حاجه، وان كان بيقدم مستوى كويس جدا بدل ما تسنده فانت تبدا ايه يبقى عندك مشكله. عبد الله جمعه في الزمالك. مين تاني؟ عشان انا مش متابع، بس في اكيد في ناس تانية كويسه عشان احنا ما نظلمش. اكيد بس احنا خدنا مثال يعني من اكبر ناديين من الاهلي والزمالك. هتروح للباك رايت. الباك رايت احمد فتحي، محمد هاني في الاهلي. مين تاني؟ لا حضرتك كلنا انا بقول لك اديني اهو، اكيد في انديه تانية هو لازم يكون بص عليها. انت محتاج زي ما بقول لك الاهلي محتاج كذا. دايما كانت في الاختيارات يا استاذ محمد معلومه وممكن اكيد الناس عارفاها، انه دايما نادي زي الاهلي لما يجي يتعاقد مع لعيب عارف يجيب لعيب ايه؟ كان شرطه الاساسي ايه؟ لاعب دولي. لاعب دولي. سواء منتخب اول او منتخب اوروبا. لاعب دولي عنده خبرات مكتسبه هيفيدك، مش لسه لاعب انت مثلا هتعلمه في جزئيه فهتستنى هتاخد وقت معاه. جمهور ما بيستناش. لكن انت في عندك لعيبه
مجموعه من العناصر في مثلا في فرقه الاهلي مش عارف يعني يعملوا معايا، يعني واحد زي عمار حمدي لعيب ده، يعني مش عاوز اقول احترم وجهه فايلر، لكن الولد اثبت وده ومحتاج يطور اداءه ومحتاج يتعامل معاه شغل كتير جدا، كان ممكن ياخد، لكن وجهه نظري اداله لعبه ايه في ماتش الكاس، لعبه باك رايت ها ولعب يعني، لكن يعني اهو فرصه. صلاح محسن لغايه حتى هذه اللحظه رغم انه يكون ما خدش فرصه، لكن حتى هذه اللحظه معاه حتى مع مشاركته مع المنتخب ما شافش نفسه كويس، يعني ما برضه ما اقنعش بالصوره اللي هو ايه تخليه يعني يبقى موجود برضه في عندك عناصر تانية تقدر تطورها. فانت لما تيجي تحط المجموعه دول اللي احنا قلنا عليهم مدافعين، هم دول حاليا هم ممكن في ناس تلعب في فرقه تانية كويسه تضاف عليهم، هم دول ممكن يبقى النواه لخط الدفاع. يعني في النهايه حضرتك عايز المستوى الفني والارتقاء بمستوى اللاعبين من الاجهزه الفنيه للانديه في الدوري المصري يبقى اكثر تاثيرا عشان اللاعب يبقى اجهز وهو رايح تجمعات المنتخب. اه طبعا عايز اللاعب يروح بفورم اعلى من كده. عاوز بص حاله فنيه اعلى. اه طبعا ده بيتاتى بيه حضرتك، بيتاتى بالمباريات القويه في المسابقه. بتاتى انه قوه الماتشات نفسها، قوه الماتشات والمنافسه، وتبقى في كوره قويه وفي لعب يعني عاوز جماهير زي ما حضرتك قلت. فانت هنا في مدرب بقى بيصلح وبيعدل، وفي مدرب ما دام ماشيه معاه خلاص، ما دام انا بقى يعني ايه اقول لك الدفاع، لا الدفاع مهم بالنسبه لك، الدفاع واحد، انا من وجهه نظري الدفاع من واحد لغايه تسعه، الهجوم عندي يبدا من تسعه لعشره. لو ما بنتش دفاعيا يا استاذ محمد هيبقى عندك مشكله. اكيد اكيد على مستوى كل الانديه او المنتخبات. على مستوى الانديه الابطال دايما الانديه اللي بينافسوا على الالقاب عالميا مش بس في مصر. لا بص ابو خلي بالك، شوف الترجي دعم السنه دي دفاعه ازاي، وجاب لعيبه من الجزائر، خلي بالك يعني. شوف انت دايما انا بقول لك ايه، الدفاع ثباته ده هو نقطه الانطلاق يعني. لازم تتفرج، لازم تتفرج على الترجي، لازم تتفرج على الوداد، لازم تتفرج على الرجاء، لازم تتفرج على صن داونز. ها وبص بقى على مزيد، في منافسه قويه حضرتك بتقول جايه في البطوله لا في منافسه، لا ان شاء الله نبقى قادرين نحسم او على مستوى المنافسه دي. وتبص على الزمالك برضه اكيد ماشي مع كالترون. حضرتك بتقول عشان الاختبارات الاصعب جايه سواء على مستوى الدوري او البطوله الافريقيه. ان شاء الله يكون جهازنا الفني ولاعبينا قادرين على احداث التطوير او تحقيق الطفره الفنيه المطلوبه والاستفاده باكبر قدر من العناصر الموجوده في الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، علشان نقدر ده ينعكس ان شاء الله على النتائج ونكون مؤشراتنا ونتائج افضل محليا وافريقيا باذن الله. بشكر حضرتك على وجودك معنا، شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي ورئيس القسم الرياضي في الاهرام استاذ محمود صبري. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لك يا استاذ سعيد كنت معاك. شكرا، سعداء دايما بمشاركات حضرتك معنا. شكرا لحضراتكم على المتابعه. نهايه هذه الحلقه من حلقات الاهلي ليله، الى اللقاء.